مباراة افتتاحية للمنتخب في كأس افريقيا مخيبة لامال الجماهير الرياضية. ان شاء الله ما تكونش ختامية افتتاحية، الناس تبدأ تفتتح بالسلايت وبكل شيء، وهم غصونا بالهرك ما ديريكت. يعني شوف الماتش هذاك هو انعكاس الكرة اللي في تونس، وضع تونس وجو تونس والعملية ما نجحت كان مرة بركة مع لومير اللي هو عرف يلم حجرة الملابس، هذوما ناس جايين من برا وعقلية أخرى وناس في تونس وذاك جديد وذاك دخلوا من هنا، ريت حجرة الملابس إذا كانت تكون حجرة الملابس نظيفة الفريق القومي يعطي نتيجة. الكاس الوحيدة الإفريقية اللي هزيناها كانت حجرة الملابس فيها ثلاثة ملاعبية كبار هما اللي يحكموا في الفريق، مش يحكموا هما يأطروا نقولوا في الفريق. اليوم هذاك ما تلعبوش، هذاك جاي من الفريق الفلانية، رئيس الجامعة يعمل في تليفونات من غاديك شوفوا لي فلان الاخر من غادي، معناها فريق القومي عرفتك السردوك اللي يريشوا فيه سردوك مريش، وهما نسور قرطاج هذوما سرديك قرطاج المريش تو سامبلومون. بحسب رايك مسيو، هل المنتخب قادر على تجاوز العطره هذه امام مالي يوم 20 جانفي؟ بالقادري لا اله الا الله خليها على الله، بالقادري شوف نقدر وشوف ما نقدروش، ما نمش نقول لك في حكم الغيب، اما بالقادري ونعاود نقولها لك بالقادري ربي يقدر الخير وكهو. بالنسبه لكيب ناسيونال هذاك ممرن عمره اللي كان يكون ممرن نتاع كيب ناسيونال ما عندوش حتى مدير نتاع ممرنين، ينحوه ويجيبونا اي واحد ممكن نعملوا بها حاجه. بخلاف هذايا راهي الكيب باش تروح راهي كونتر مالي باش ناكلوا ثلاثه اربعه ولا اكثر ولا اقل. بالنسبه لمقابل تونس منتظر فريق قوي باش يعمل نتائج مخيبه، علاش؟ خاطر احنا الشعب التونسي والجامعه وكل والماس ميديا نوفروا اسباب الفشل وبعد نقولوا شبيه فشلنا، بداوا يشكوا في قدرات القادري، يشكوا في قدرات الملاعبيه، حتى جايبين ملاعبيه من برا جايبينهم معناها ديفونسور ودي بيفوات. الفرق الكبيره في العالم كي تجيب ملاعبيه من برا تجيب لي زاتاكون، خاطر اللي غير ينتجوا لي زاتاكون. والملاعبيه نتاعنا متشبعين بك الروح الانهزاميه، اي فريق مهما يكون نعطوه القدر باش مسيطره مصر وغانا والكوت ديفوار والسنغال والجزائر باش مسيطرين على افريقيا، مسيطرين بالنفسيه بالذهنيه بك الحضور الذهني، يقول لك نربحوها، احنا نلعب مع اي فريق في العالم اقوى منا، نلعبونا 7-3-0 البارح نلعبوا بسيس 3-1 البارح، العاشوري وجماعه ما يجيش يعطي باس صحيح، ديبوردمون على اليمين على اليسار ما ثمش، الهربات اجنحه من غير اجنحه، ما ثمش ديس يوزع الكره من ونا، نلعبوا بطريقه اللي ناكلوا بونتو. لكن الشيء الباهي الفريق القومي التونسي ان مرتح الشعب التونسي خاطر منتظر منه كل شيء، مش فريق كبير ياسر باش يهز كاس افريقيا ولا يعمل انتاج. فريق التونسي كلمه اخيره، رانا التعامل مبروك لان يعرفوك لا لون لا طعم لا ريحه، ما عندك بتاثر فينا. هل المنتخب قادر على تجاوز العثره هذه امام مالي يوم 20 جانفي؟ الفريق التونسي قلت لك لا لون لا طعم رايح تعرفش علاش، منتظر منه كل شيء كما كالتلميذ اللي مش عاد امتحان يعتمد على التلميذ اللي حذاه، كان قوي يدبر راسه كان ضعيف يروح. فريق التونسي نجم يعمل اي حاجه، هذاك علاش احنا مسلمين فيه كضربه الزلاط في الظلام، مره تجي مره ما تجيش. ولهذا قلنا كان جبت حاجه شابو ليك، ما جبتش حاجه راهي كره القدم التونسيه كلها خور وما نلوموش عليك يا مدرب يا ملاعبين ما نلوموا حتى لحد. يعطيك الصحه. عايشك.